آدم فارح أفي وفرشحن استكون المجال ذا مقدشو هوش نوح وكسر دحجري مدة آد وبعضن تاس أوقيب كنقطي نلشيسة آذن وحقوله شدق ماذا ما هداي سنت كي يكون سجال بقول لبي لحن كي يسوق عمر كي وجري لحسنه لو سوور كي مجال هذا مقدشو هل كاسنا كبلابي وحبر الشديسي هذا هذا فارح سيد أي كبل عمتي نلش يسو حمر روح عن سوق لأنه يرى لحسن ما لها سجرة دكس قرآن وحن كبلابي دكسي كو اللي جري دبك أكتيس أول اللي جري دكسي مع العدو واحد يرانتي إذا أنت أنا حمر إيمانين ما هدا أنت نجوجي هذا نوقف عنا قرآن كا بس مر كان حمر يمت بشكليتي لو كريجري وحي قن عيال كحافد سيجا لي عيل هندي وحي قن نن لا ليجري سفيريت شري ما هذا نكتة هذا فرشة حنمدو مو وحي هذا وحو بارتي بس هي بجارة عن أرض عفو هذا ما يا مركي يقول ريسورت إن أنا أرتس كوفي أنا قف كأركو هاي ذي هاد لكن قف إسكو حي هاد أو أنا نصيبه هنا واحد برتو وحي هاد ما هداي أنا قول جوجنو عرض كأبه وحو كيني باور أسوا وتو باور ير هو أمريكانا كارد لك باور تللي جرو كله جيدن مركي ما قال دي ولن عيال كذي أما أنت ولن دب أردين أنا جوا الله يساري والله يجد جي والله يساري وكذب أنا مجالس باور كم واحد كسمي لوب حسن حتى قرشوين وحين تنسوي الرادي مرايد هي عسمة هو إذا أنت عرفت تلورا باور كلفت لي سواي كل واحد غرر ما نقر تجيد غروج وحي إلى هذا باور كي يرن له بكس من مدمن لي ولا جر لكن درين ساس مجرن كذب آذن وح وح برشدي سيلوسو بدري براوي هل كاس أور نقطه هالشيء وكبلاوي سور كيسي وجهور يجي كل جدي براوي أنا لوسو بدري هذا أنا فصل ك لبعض يصير حلا جنينا ماشى سوى مركب ماشى مهند ديدي كسب بحيس وديزاين اللي هو بالعربي ديزاين كمركب صوره وحنا ورد جرتي صور فلمينيا اللي جرو أدى إجعلت ديزاين يدي أنا هذا قبرت مرة بهدي ذي كينيس أرتيستا تاي سانة تاي أيضا يقول بالعربي نيل هذا واحد على دور بلوت كدي بوحي أيضا سوري يسكف يعني أنا صوره ودربيه سكول كي يقول يجي وحفلة ده هي مركب جيران إنان عاوي إنان بالعربي فصل كسيد حد مركب اللي جنا أرتيس كمرك نين إسبتورها أو إيطاليا وحصو برتو بيكاسل اللي جرو رفقو ياها أو فيستوين كي ما دو أم تقنا وحصور مرك هو وتتجي دور جرو أركي وحن إن أنجعل هاي إن إيه بلادينهن وح يقول بلاد مرك إنه برا رنجيا إن أنصو قصو يقول شقيستو باك جراوند كي إن وحي أن أمريو جالس يادو كلام مرك وصوره قعدت كوادين عن نركي وجيجي ما وقرا مركز نركي يكون فدي يعني وحن أنصو ما ينا رنجيا كاكي جها sida loo qaso tusi kaaki go kale rinjiidi oo la isku wada dadaray waa wax dhib badan waa waxaan soo sameynaa kadib wuxuu gelinayaa har harki asaa gelinayo wixii waa ka fiirsanaa qalinka sida loo qabsanaayo wixii waa nin akadeemiga u ahaa aadan uga faa'iideysto ilaa markii dambe aan gaaro kaliga inaan taqaanaa wixii aan sawado waxa dhacday marka artiski aan aad ugu fiicnaaday waxaan bilaabay darbiyada inaan cartoons aan ku sawiro oo taqaanaa oo qaar caalami raashka oo kale aan wax ka sameeyay وأيده أسكرتي هو قايل لي سدربي أنا وحى وعلف عنا ذي دربي ماشى أنا سيحنين أم كسمي أسكرتي إن أي إنقاذ عنيد معن مرك أنا جوا وجه أسكري جوا أسكم تخانا من إسكول صار لفت موكت وكعرب هاي جوا إرينا يا نان دريتورك وقلا أو حيري صورة دربي كسمي صالح وهاي أو ساس ساس مرك هرا وراكم كسمي صور كان دربي كسمي صور كي والله لا دربي ما كسمي هاي صوت أسكرتي أنا جوا الصور عني نافوير مرك وحى يروح فكرة ذكلا سمي دربي ذكوس سمي dirbiga rajaysanay ayaga ka dagaalamayeen magtaag sidii amaanantii aan ku fakaray direktorkana waxaan u sameeyay cartoon een rashiid al dhij rashiid shaah ismaan wuxuu joogaa hadda xamar een baawr oo haaji qamsin qurux badan oo markaas oo ciidmada isluufnaa maqaan soo siiso oo haaji qamsin amalo galaxy ma maqaan la dhahay oo xafiiska hortiisa soo dhigtay markaas waxaan sameeyay soo sii jeedo xafiiska galay baawrki oo meesha yaalla iyo xafiiska iyana hokeen waayo marshal leejir yaa hadda waxaan maleynayaa inuu dhintay oo jiisaha asagana waa ka sameeyay xaradii waxaan ka noqday famous horta sida badan meen nalalka iyo hadii lagu sawiro macallimiinta naga la hadleen oo in la beela laga qaadaa indhahaada wax badan ay sameeyaan inkastoo ay jirto muddo gaaban aan waxa dalki soo xoogay Stefanka waa beri iyo wixii oo dhan aad u soo kacay ruwaayado badan la bilaabay toddobaatmeeyadii ruwaayadahaasna lacag
شن شن ميا مكان وحياة وساس الأولى العقل هي أنا هيلي كرنا معه وحام بلاوني أنا جي ينكر له هنا سمعنا تيكت وفلسفكيشن يا دمبيا أنا جا مركا عرضي عيال كلاج عيال كلاجنا وكا متخانا إن أذقيهين عرض هذا كلاي واحد مدرسي سرفايفر وكتفسين هاي عرضي وحان سمعين جرني كوا كلام سمعي سني تيكت كي جدايا تياتر كورتيس علو كلا جدا علو كلا بودا تيكت كي نو جدايا العقد ده رادن هلينا تيكت سان جدا نينا أنا سي هذي لس خفصدو ونتخانا أنا يا حاون نقولنا بناك حاون نقول برجنا عرقنا نقول قلينا كوا لربحينا تيكت كفاس علو قط شليمويك وكلا مرمنا سمعين جرنا كوا سوكل هذيك كوا سمعين جرنا مدة كومن عيد كدي بابا كوينا أنا أنا جاوب متخانا دبوا وين أسكن نقول ناس كلافنا هذا إن جا فرشحكم ما نولي هاي واحد من نانا ولكن آدم عمرك لا إيش راح يا أرتيس كا إن أفريقيا أولن وح والعقل لقى مهلو ما عوين بدنا لقى ما يش لقى نصنا سي بدلك مرك أو يعني النظام كان ديكتاتور شيب وكجرو كلية اللي ما ذا كجرتو وحاول بمسؤول كرتي سيب كرتونكا الله ما سمعين كرو فسح الآن إن إن أرتيستا هاي إن كلا دتك هو مو جنبه معلم حاد عادي كوا صاحب عن هاي وبي بتمل وفرناين وحاجة العاجي هلا ماشي اللي ويني ولا قرحي مركا دور مال موضوع محاوم مت نن فرت قرقرة مركا جو أيوة متخانا دلبنا أو كلو لو منا سمعنا هنا معناه تدنبا مركا جوري جي لحد يسأنا محاوم كوا صورتي أبه أو مركا عدنت وصورتي سي يرى على سوق غبصتي أنا يوم ركوا حاير الصور كان سيو هو إيش هستو فيلم كان حنا أنا دين سو علنا حمر تايمت أنك قاعد تدرب يوم كوسم يستسوين يشينوين يو حيا بس أصلا كوسم يستي فنانين تان جعل هاي كوس صور تسيدة سومالي حس أنا سمت ريو كل إن الدون كان متقنا وحن جعل إلفيس بريسلي يو مايكل جاكسون يا دربي دي كوس صور ناين معناها نين دل نيران حمر كان وقت كوي عمر كوا حاير أنا العقل أنا دين كوسم هنا عثمان محمود عمر محمود على كلا ليجروا حسوا ووو رميسون وين وسوق عطي رنجي فيها سوق عطي خلنا وحلو بلاه وحي أركي جرين وحنو بلاه برش ولبا أنا أرتيستني مذا إذا موجي قبر عن جعلة يا جرت مركزو أيضا عن ساسي أركي من قبل اللي لفت يديو إجا من قناة سمي أيضا كوكيس تو قصي ليسو مجال ديو لنا سو صباح وهبل هو هبل هذا مقعد أنا تي في كشاك مرة وأنا أقول لك أنها تقول 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 farshaxanistuhu waa qofka kaliye ee gudbin kara fariinta isagoo adeegsanaya sawir gacmeed een cartooniskayga marka badanaa dadka muqdisho ama jaraa'idada akhriya waa arkeen hadda midkan qabiyo waaye een markii la doortay qeyre farmaajo horan door cartoon uga sameeyay kan markii la doortay waxa waaye qeyre asagoo yahay hashi maandeeq ahayd way karkaran tahay marka قبيانا واي هذا كي وحنا نريدنا هي الصومالية مركي أو جيل الوضع على الحبوب لي عبار أنتي عبي دونتي ده عبش هذا ده وحياة أساسا غير أساسا أو غير اللي فتيس وده هاي هالسنة ما تقعنا غيره وسوي جيسة وحيلة ده ور فرماجو هذا وقوع قعنا إني كان محوها بس نقول لها أنا يا كملي تفرماجي إنك عارف يعني هذا ما أنا هقول ولين عمل أسوأ ده هاي أنا قلت له قلي مركي هدي دخن كي وثان وعلن كي وقبي قبي حدكتي وحياة الله وسوا سمينا عيانا ويلي واسك قبيو مركا كرتونكا وجدا ومسج حوق بدن او ايغنا اني مسؤول كيين دلكي ودن او بربورسن اسمي بربورسن يا هاسو بربورسن تاي يا لا غرب انه سيريوس اهدان انغان ان دبا تاغن هيو هدي اي واخ خلدان هدا امانتان لوو بدلي دونو تقانا فورج فرشحان كو واهل ابور وحي عريان فكرده اي ارغتيو سوور اهانيد halka suugaanyahankuna uu hal abuuro suugaan labaduna waa farshaxan ka midaysan urinta fikrado cusub waxa kaliya kala duwan sida ay u soo bandhigayaan hal abuurkooda horta nolosha dhan waa fan oo hata aqoonta oo ogtahay waxa loo kala bixiyaa fan iyo cilmi waliba fanka weyn oo fanka waxa soo galaayo
siyaasadda waxa soo galayso sharciiga waxa soo galayo militaryga waxa soo galaya dhaqaalaha waa hoggaankii oo dhan waana hal abuur noloshadan fankan waa madadaalo kaliya maahan waa tilmaan marka hadda kor waxaan xasuustaa heesta waxaan aad u jeclaystay oo xasan samatar sida meel barwaaqa uu buura dhaadheer wiibaal marayo barbarkana daruuruhu kaga beegan yihiinuu waaguna baryaayo birdihii magooliyo ubaxii gadaal baxay balanbaalis qalima leh had ballaan ka boodaa adna ii bidaanta waxaas sidiiyaan sawiray asagoo uu sawiray ninka abwaanka qoray xase aadanna markuu heesaya laftigiisa wuu sawiraa gacmuhu ka sawirayaa iyo wejiga waxa dhan waa sawir abwaankii qoraal uu kusoo sawiray xasan aadan samatar cod iyo wuxuu ku sawiray iyo muuqaal aniga tii aan sameeyey xaafadan aan deganaa heestaas markay soo bixiso xasuustaa derbiga ay ugu dheganaa jirta marka balanbaalis qalimo leh qalimo leh waxaa laga yaabaa dhallinyarada hadda jirta inay iskasiin laakiin waa kalar leh qalimo leh had ballaan ka boodaa adna iyo bidanta gabadha meeshaas ku soo geliya wuxuu bay-adda soo ammaanada dunidu horumartay ilaalinta sawir gacmeedyada iyo aasaartii hore ee qadiimiga ahayd waxay dowladaha qaar u tahay hanti qaran waxaad moodaa falaad camal nin iska falaadaya inaad tahay oo inuu dhib leeyahay culays leeyahay magu moodaan yaqi kaalay waxaan derbigan waxaan iigu samaamar sawir saasay iisoo sameeyo ku leeyahay rinjigan la baxaa oo si fudud kula badanaa saasay u badanyahy waxay u haystaanbo wax oo professional ama lagu shaqaysto ama culus ama qofka in laga farxiyo u baahan oo waa sida fanka kaleba u arkaan war kaalay hebelo mataqaanaa jaadan cunaynaayo kama kaala iga garacaan heesnayo fanaanka totally markaas saas dhahda waa ka jijabay waxaa laga yaabaa toddobaad inuusan haysan markaas saas dhahda laakiin markaad fankiisa u qiimeyso haddaad heli kartid lacag badan aad siiso oo maalintaas si fiican oga farxiso maanta o dhan mataqaanaa waxaa laga yaabaa inuu kuu hayso marka dhibka oo fanaaniinta ka haysto annagana naga haysto haddaba qaab noocee ah ayuu u soo bandhigaa sawir gacmeedyadiisa aadan waxa waaye see jeceshahay inay noqoto muqdisho 2030 u fiir sawirkaasi ah aa sawiri la yidhi qof walba wuxuu ku saabsan yahay muqdisho oo sida qadar ama dubay camal u dhisan oo soo agmaraayo nin reer mataqaanaa koonfur galbeeda timihi weynaa caanka ah geeliisii wato laakiin bolutionka adduunka ka jir magaalooyinkaas waaweyn waxay sameeyaan hawaday wasaqayaan soo ma geeli iyo mataqaanaa waxay wataan respirator mask waxaan ingiriisi ku lagu yihaahdo tii qiiqa laysaga ilaalinayo oo ninkii mataqaanaa geel jiraha wataa iyo mataqaanaa waxaan kaloon sameeyey sawirka labaad wuxuu ahaa 1 Janaayo 2030 xeebta liido ayadoo helicopter soo maraysa ay waraaqo iyo soo daadinaysa festooyinka hambalyada xeebta liido marka waxaa joogo dad adduunka ka kala yimid cadaan madow carab wax walba sidii waa-ay ahaan jirtay marxalad noocee ah ayuu ku soo shaqeeyey intii dagaalada sokeeye ka jireen waddanka gaar ahaan magaalada muqdisho muqdisho adoo joogo artistana ah waxay ka dhigan tahay adigiio artist ah laakiin waxaa doonta aadan samayn karin aan xor lahayn waxaan xasuustaa dagaaladii sokeeye markay bateen oo maxkamadihii ay dalka qabsan rabaan yaa waxaan isirinay oo intaasaa soo badbaaday dadkaan dhimanaya xabadaha ku dhacayaan aad la mid noqon kartaa bal wax sawiro iyo wax reeb sawiro badan aan sameynayay marka sawirada anoo sameynaya maxkamadihii waxay qabsadeen dalka waxay igu kaliftay inaan wixi qari oo gurigeyga xataa qaar ay yimaadaan waxaa sawirta ay dhahaan qolyihii maxkamada oo ayaga qolyahaas ma jeclo totale waxay u arkaanba wax kale anna sawirka waxaan u arkaa wax kale waxaan u arkaaba horumarka adduunka inuu wax u yahay saldhig oo wax la samayn kara ma laha funaanadaas lama samayn kara in la sawiro maahane bakeri shaha ku jira lama samayn kara in la sawiro maahane oo horumarka adduunka uu sawir kow ka yahay laba xisaab ay ka tahay tiknolojiyada lagu kala hormaray adduunka inuu intaas yahay mataqaanaa horumarkiisa aadan waa macalin soo saara arday fara badan si ay u noqdaan farshaxanyahanada berit hoole oo hadafkii u kalahaa muujiya macalin aadan marka ugu horeysay oo aan la kulmayay waxay ahayd 2015 aan dhahe markaas waxaa dhiganayay iskuul barbe marka iskuulkaas club ayaa ka jiro oo ah fan iyo suugaanta ah
iyo farshaxanka artiska marka aniga marka aniga aan ku biiray ayaa aya maalin aya macalinka oo ka mas'uul ahaa groupkaas ayaa ii wacay aniga arday kale marka waxaana dhahay maalintaas waxaa jiro seminar marka seminarkii aadnay oo artiska ahaa markaas ayaan markii ugu horeysay aan la kulmay macalin aadan macalin aadan markaan la kulmay koo horta aniga iyo gabar saaxiibteeda ahaa ayaa isla fadhinay marka kuraasada ayaa fiirsanaynay oo sawirka ah oo farshaxanka ah marka macalin aadan nin saaxiibkiisa oo macalin caata la dhaho ayaa arkay markuu arkay macalin aadan ayaa u geeyay bas macalin aadan waa sidii markaas oo asiga u bilaabay inuu aniga attention ii siiyo faadumo waxay ka mid tahay ardayda macalin aadan waxay aada ugu dheeraysaa sawirada nooca loo yaqaano mangaha aniga waxaa bilaabay inaan yani ku fikiro farshaxankayga inaan horey usii horumariyo oo aan meel ka gaaro oo aniga hal nooc leh aan yani aan ku ekaanin oo mangaha ama portrait kale aan ku ekaanin oo wax walba oo adiga farshaxan ku saabsan inaan barto sida rinjiga marka aniga rinjiga badanaa wax ma ku sawiranayn qalinka iyo colorka oo pencilka ah ayaa wax ku sawiri jiray bas macalinka markaan arkay markaas ayaa ku hamiyay inaan aniga rinjigana barto maadaama aan la kulmayna fursadaaba ii noqotay sawirkan xeerarka yaroo ka muuqdo qaladaad yaryar ku jiro qaladaadka ku jira waxaa ka mid ah ishaas buujeeya waxaa larabaa afka dhammaystirkiisi inuu kusoo aado sanka meeshuu ka bilaabanaya isha waxyara ayadana u dhimo tan wuu yaro dhaafay ayadana halkaas inuu kusoo aada larabaa may kalaro badanaa dhiman hadda tusaale ahaan la idinsiinaya tusaale hadda cirkii oo kale waa noo dhiman yahay waxaa dhimanoo marka isku soo dhexgalaayo dadka wax sawira intooda badani waxay qayb ka yihiin daljirka dahsoon ee aan la aqoonin looma hayo wax xushmad iyo qadarin ah kamana helaan bulshada ayna nool yihiin sida kuwa caalamka loo qadariyo sidaa arkaysaanba waxaan joognaa daljirka dahsoon meeshaanoo saddex sano ka hor camal derbigaas geeska gees hay-ad ayaa gacan igu siisa hadda ka hor aan caddeeyey marka waxaa lagu sameeyaa mar walba wixii markaas mataqaanaa ulala ahee jiro sida hadda aad ka arkaysaan waa taageer ciidanka qaranka soomaaliyeed ayaan ku samaynay odaygan ayaa askartii hore ka tirsan oo wuxuu leeyahay waxaan xusuustaa xilligii aan ka tirsanaa ciidanka qaranka soomaaliyeed waxaan ahaa qof ku faana oo inuu u adeego isla markaana ilaaliya dalkiisa marka wiilkan dhallinyarada wuxuu weydiinayaa ma u malaynaysaa inay ku soo noqon doonto abid wanaaggii iyo mataqaanaa fiicnaantii hore marka dhinacaas kale askarigaa cusub oo askarta hadda ah wuxuu leeyahay haa walaal weliba way ka sii fiicnaan doontaa waa sida aan rajaynayno inay saas ku soo noqoto meeshaanna waxaan ugu talagalnay saan hore kugu sheegay wixii ololaay markaas jiro aniga rajada aan leeyahay aniga iyo artistiyaal yar oon tababaray ayaa jiraan oo aad u firfircoon waxaan jeclaan lahayn inaan brobagandada noocaana ama ii dhahda siyaasadeed ee noocaana ama ii dhahda ciidanka loo samaynayo ama wax kastoo ololaa oo dalka ka jiro inaan meelaha noocaan oo kalaa ay noo bataan aanan u helno maalgelin si aan mataqaanaa aan u dhiirigelino sidaad ogtihiin sawirka wuxuu la mid yahay buug dhan oo la qoray qofkana wuxuu ku soo harayaa qalbigiisa oo sawirkaas markuu akriyo qofka aaduu ugu soo harayaa waana xeeladaha la isticmaala dowladaha ay isticmaalaan ayay ka mid yihiin diyaaraanu u nahay annaga inaan ka shaqayno Oh, poor Dadir, we be palmarayo.